الله يوفقك السي سعيد، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، وتحديدا من منطقه البرنوصي. معي سعيد ملقب بعويطه، فما شاء الله عويطه البرنوصي. معي السي سعيد مزيد، فاكيد كلكم سبق شفتوه مجموعه متظاهرات رياضيه. اليوم سي سعيد مزيد كيستعد لواحد الماراثون مهم مدينه الرباط. اول حاجه بعد عرفنا براسك اكثر سي سعيد، وكيفاش جات قصه لقب عويطه البرنوصي؟ تنشكر الاخ عصام والاخ هشام ياك على تنقدم لكم هذا الشكر الكبير. هذا السؤال كنت نتمنى شي صحافه تسولني عليه، ماشي انا اللي اختاريت هذا اللقب. هذا اللقب جاء، انا كنت عدات نلعب بواحد اناقه كبيره بزاف، هذه كانت معروفه عليا، وهذيك الوقت كانوا احسن لا مارك في فيتمو سبور كانت لعبه هي اللوطو، بما ان كان سعيد عويطه البطل العالمي، تحيات ديالي كبير لسعيد عويطه، كانت يلعب باللوطو. فكرت انا مع كنت نلبس نايك بزاف، قلت علاش ما نبدلش النايك باللوطو، وليت نلبس لا مارك لوطو كومبلي. يعني ماشي سهل، شوف انا ماشي سهل باش تلبس اللوطو من كومبلي بالصربات بالسبرديله، كان غالي بزاف، ولا ما عندكش سبونسور ما تلبسش هذيك الساعه اللوطو. فعلا تكلمت مع واحد الصديق ديالي، حضر لي اللبسه كومبلي لوطو، وبالسيري الصفر اللي كانت ديال لاريوس اللي كان يلعب به سعيد عويطه. يعني تاني على حقه طريقه. الور ملي وليت نلعب تنمثل، ملي تمشي نبريباري في كازا بلونكيز وتلعب في ليديال بهذاك الزي الاصفر باللوطو، بقاو تيناديو عليا عويطه عويطه عويطه، هذيك الدريله في حويجه العويطه هذاك، ويتلقب عليا عويطه. وحاولت نحارب ذاك اللقب عويطه، نخلي الاسم تاعي ولا غير في الساحه، ولكن الاسم عويطه خذيت. تبارك الله عليك، فاكيد انت معروف المهارات ديالك، معروف كما قلت واحد الكلمه زوينه، قلتي كنجري داك الشيء نقي، يعني مضبوط ومختوم على حقه وطريقه. الصعوبات اللي كتواجهك، انا كنعرف على انه باش تحافظ على راسك في الرياضه كاين مجموعه، كاين نظام غذائي، كاين لباس، حنا قلنا باش يكون لا توني ديالك مزيانه خاصك ديجا سبا اللي يكونوا مزيانين، باش هكا رجليك ما يعياوش، يكونوا اصلا كيساعدوا على الجري، كاين بزاف ديال الامور. كيفاش كتواجه وشو صعوبات لك؟ نوجه لك واحد الشكر كبير، لانك تسالني شي سؤالات اللي صعاب بزاف عليا ونقدر نجاوبك عليهم. عانيت الكثير في الكثير، سمعت في ولادي، سمعت في بزاف ديال الضياع، باش كتشري سبرديله غاليه، باش كتشري لا مارك، او يعني كتضحي بشحال من حاجه، بشحال من حاجه، حيت الا ما كانش عندك الباسكيت يعني بحال نايك ولا اديداس، ما يمكنش لك غتشد واحد لونديرونز ديال ثلاثه السوايع سبادري عادي، بسبرديله عاديه. كتحاول، ضحيت بزاف، ما نكذبش عليك، ضحيت، تعطيت الكثير لعماله البرنوصي. نتمنوا على انه هذا نداء مباشر لكل مسؤولين على هذا القطاع، هذا ملي كنشوفوا تبارك الله شي سعيد راه كبير. لان باش غيتواجد دابا، تنهضر معك في لو موند اونتي، في العالم كله، دابا بغيت تعداء في العالم يكون لعب ماراثون في 1988 ولعب ماراثون في 2023، ما يمكنش مقاربه صعيبه، لانه هذه فئه عمريه وهذه فئه عمريه. دابا تنهضر معك انا في العالم كله، انا ما تنهضرش معك غير في الدار البيضاء. يعني صعيبه انك تحافظ على هذه المقاربه من التسعينات ل 2023. وعندي صدريه ديال الماراثون 1988، باقي عندي الان التسعينات. انا لو كون عندي الوقت ودير معايا الوقت نوريها لك، باين وحلفت ما يشوفها شي واحد، ولكن انت مع انسان طيب نقدر نوريها لك. عندي صدريه ديال 1988، شوف وفي الصوره ديالها. بارك الله عليك. واخا سي سعيد، واخا كبرتي في العمر باقي متشبت بهذه الرياضه، وباقي باغي تعطي، وباقي كتبدل الفئات العمريه، ولكن الماراثون انا غنسالي الماراثون، وعزيز عليا ذاك اللاعب ديال تطوان ديال ابرهون اللي كان مات في السرطان، والسرطان اللي كان دا لي صحابي بزاف في عماله البرنوصي، والان مرادين بهم الاصدقاء ديالي، ونعز عليا ابرهون ديال مدينه تطوان، واللي بغيت نجري من عماله البرنوصي التطوان من ورا الماراثون ان شاء الله، ولا غادي نرفع واحد الشعار ديال ضد السرطان. بارك الله عليك، مجموعه من القيم النبيله ومجموعه من الرسائل كيحملها في طياتها هذه الرياضه. زوين ان نشوفوا ناس اللي عندهم واحد الحموله ولا واحد الدلاله وهما كيأديوا هذه الرياضه، يعني ما كنشوفوش غير رياضه. دابا كتسمع الجري كتقول راه بوغ ليطا سبورتيف، كنقول واقيلا بوغ لو بيان ديال لو كور ديالك كتجري وكدير، ولكن ملي كتكون عندك واحد الحموله انسانيه وعندك واحد
حد الناس من خلال هذه الرياضه، فهذا شيء لازم نصفقوا ليه ونعاونوه. شي سعيد نتايا قريب على واحد الموعد رياضي مهم او عرس رياضي مهم اللي هو الماراثون ديال الرباط، كيفاش نفسيا كتساعد لهذا اليوم هذا؟ انا اولا تنبلغ واحد رساله للمدينه ديال الرباط، تنحاولوا تنقول المدير ديال الدوره ينظم الماراثون مزيان، لان الماراثون ما معروفش بالمشاركه، معروف باللي تيكملوا الماراثون اللي بقاو حتى الاخر من الماراثون، لان الماراثون خصو يتحترم، لان ام الرياضه، والماراثون صعيب شويه صح، ماشي سهل ام الرياضه، يعني ماشي صعيب، خصنا نعطيوها لواحد. والماراثون تعرفوا به دول بزاف العالم، وما تنساش وحنا المغاربه اللي متنا الماراثونات في الستينات، تحيه لعبد السلام الرادي البطل الاول ديال الماراثون اللي عطى واحد الصوره لامعه عالميه، وكانوا الدول اللي ما كانوش يعرفوا الماراثون وكان هو شارك في الماراثون. تبارك الله عليك سيدي سعيد، نتمنى لك حد موفق اكيد. كلمه اخيره لجمهورك والناس اللي كتبعك لا في البرنامج ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، والناس اللي كتعرفك في هذا الميدان ديال الماراثون الجزائري سيدي سعيد. واش غادي نقول لك، الناس ديال البرنامج تعاونوا معنا شويه، لانه تبارك الله انت مقبول وكتدخل الله. شكرا شكرا شكرا، ما عرفتش السؤال اللي لقيتي عليا دابا كيفاش قلت لك شنو تبغي تقول للجمهور والناس اللي كتبعك وكتساعدك تنهدي لهم واحد الشكر كبير، وتنقول لهم ساعد تنقول لهم شجعونا، وراه غيكون هذاك الشيء في فيسبوك وعلى ويكون تاتهم شو كيفيتي ساده، شو كيفيتي غتكون حاضرين، وتنتمنى تكون في الاستقبال ديالي في مدينه الرباط، نكونوا معاك ولا غنكون نمثل البرنوسي بواحد الانقاب وواحد القوه وواحد الجماليه وواحد اشهر العماله البرنوسي اللي ديما شوف راه ديما عماله البرنوسي في اي ماراثون واي ملتقى تيكون صعيب، والا تكون انا حاضر فيه وتنكون من الاولين. تبارك الله عليك سيدي سعيد، وفرحانين بعماله البرنوسي لانه فيها اسماء كبيره، الاستاذ فاضيل او ابن فاضيل اللي تاهو في الماراثون سعيد عاود. شوف اني فرحان تنتمنى الله باش ينجح في هذا الماراثون ديال 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 مدينه الرباط، وغيوليو عندي اربعه، وبغيتي تحداني شي واحد في المغرب ولا عنده اربعه يجبد اون تيسر، ماشي ما نهضروش بهضره خاويه، لان الماراثون تيخرج من جوجل، كيكون زمان تيكون ريزلتا بجوجل لانه انترناسيونال، تنتمنى شي واحد يتحداني. فاكيد هذه نداء مباشر لكل الفاعلين، مشكورين جهه وعملات سيدي البرنوسي على دعمها لمجموعه من الكفاءات على مستوى الانشطه الرياضيه ولا الثقافيه ولا كذلك الاجتماعيه. حد موفق لكل المشاركين في ماراثون الرباط، نتلاقاو في الخير.